أكد سمو الشيخ عبد الله بن حمد آل خليفة الممثل الشخصي لجلالة الملك المفدى رئيس المجلس الأعلى للبيئة أن ما وصلت إليه مملكة البحرين من تقدم باهر وسمعة دولية في تحقيق أهداف بروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفذة لطبقة الأوزون وحماية طبقة الأوزون يأتي بفضل التوجيهات السامية لجلالة الملك المفدى وبدعم ومتابعة من سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء. وقال سمو رئيس المجلس الأعلى للبيئة إن مناسبة يوم الأوزون العالمي تبرز مدى ما شهده العالم من تكاتف ومساندة دولية وجهود كبيرة قدمت لمحاربة فيروس كورونا ووقف انتشاره، ومن الناحية الأخرى مواصلة البرامج والأنشطة للحفاظ على البيئة والمناخ بأفضل الوسائل. وأوضح سموه أن حماية طبقة الأوزون تمثل نموذجا متميزا للتعاون الدولي من أجل حماية البيئة من الأضرار الناجمة عن اتساع ثقب الأوزون، مشيرا سموه إلى أن مملكة البحرين اتخذت خطوات متقدمة في الإجراءات المناسبة لحماية صحة الإنسان والبيئة من التأثيرات السلبية التي قد تنجم عن تغيير طبقة الأوزون. وأشار سموه إلى أن مملكة البحرين ومنذ توقيعها على اتفاقية فيينا لحماية طبقة الأوزون في عام 1990 هي ملتزمة مع بقية دول العالم بكافة المسؤوليات لحماية كوكب الأرض من الأشعة فوق البنفسجية المدمرة بسبب اتساع طبقة الأوزون في الغلاف الجوي. وأكد سمو الشيخ عبد الله بن حمد آل خليفة أن المجلس الأعلى للبيئة كان قد أعلن عن استراتيجية متقدمة للتخلص التدريجي من الغازات التي تؤثر على طبقة الأوزون حتى عام 2030. وأشار سموه إلى أن المجلس الأعلى للبيئة مستمر بالتعاون والتنسيق مع كافة الجهات الحكومية والأهلية وبشراكة فاعلة مع منظمات ومؤسسات المجتمع المدني بإنجاز العديد من المشاريع الهامة في هذا الشأن، معربا سموه عن اعتزازه بما تحقق من إنجازات عالمية على صعيد حماية طبقة الأوزون وتمكن المجتمع الدولي من وقف توسع التدهور في الطبقة وبدء تعافي الطبقة التي من المتوقع أن تتعافى تماما خلال العقدين القادمين. وتقدم سمو الشيخ عبد الله بن حمد بالإشادة بكافة منتسبي المجلس الأعلى للبيئة والمهتمين بالشأن البيئي في تنفيذ وإنجاز الخطط والمشاريع البيئية التي تساهم بشكل مباشر في حفظ وحماية طبقة الأوزون، حيث حازت مملكة البحرين بفضل تلك الجهود المثمرة على ثقة المجتمع الدولي.